ناكل فراخ محشية. هشام هشام ايه؟ اه مصطفى عايز ياكل فراخ محشية. ناكل فراخ محشية. والفرقة زي كل مرة، كل مرة بنعملها بفرقة. ماشي. كل مرة بفرقة، كل مرة بنغكرنا، كل مرة بتكتب يعني. يا جماعة أنا هنعمل فراخ محشية وضياء مش هياكل معانا. عشان هتفرقع. مش هتفرقع يا ضياء. السلام عليكم يا جماعة، احنا النهاردة هنعمل حاجة خفيفة، بس قبل ما نعمل حاجة خفيفة الراجل التايم ده مستر بيتر قابلنا امبارح في الكافيه، فاحنا قلنا له النهاردة عندنا شوية فراخ محشية، فالراجل قال لا نيجي، فاحنا مبسوطين جدا انه معانا، وهو بقى اللي هيبقى الحكم النهاردة، عشان انتوا ساعات بتشككوا فينا وبتقولوا ان الأكل بتاعنا بيطلع الشفافية يا جماعة، أهم حاجة الشفافية. أنا مجوع نفسي من امبارح. الله الله ما تقلقش يا بيتر، أنت تعرفني قبل كده يا أستاذ بيتر؟ والله أول مرة هشوفه العظيم وشرف لينا والله يا أستاذ بيتر. ربنا يخليك. إن شاء الله هنخليه برضه يساعدنا. المهم بقى إيه، في السخان كده هنعمل صينية بطاطس صغيرة، شوية فراخ محشية بقى بالرز اللي هو بالقوانص والكبد، عارف أنت؟ اللي هو الحاجات دي. المهم جبنا إيه بقى؟ ما جبناش كبد، جبنا قلوب قلوب عشان ده اللي احنا لقيناه، غسلناهم ومزبطينهم، هنخرطهم بقى دلوقتي. الفراخ بقى ايه، مش هننضفها بفتيره زي ما بنعمل في الفراخ التانية عشان دي هنحشيها، فلازم تبقى ماسكه نفسها. احنا نضفناها مبدئيا، شلنا منها الحاجات اللي هي بتؤدي الى الزفاره. الحنفي دلوقتي بقى هيغسلها لنا بقى بالملح والخل ويظبطها، وده شويه خضار عشان صينيه البطاطس، بطاطس عاديه خالص، بصل طماطم وفلفل رومي، مستر عمر جهزهم وهيقطعهم ترانشات في صينيه البطاطس. اهم حاجه دلوقتي بقى نبدا في الحشو الاول عشان نبدا نخش في المرحله الكبيره بتاع الحشو الفراخ اللي هتفرقع مننا في الاخر. دلوقتي طبعا ايه كده، القوانص والقلوب بيبقى فيها زي حته دهن كده، في ناس بتحب تشيلها وفي ناس ما بتحبش تشيلها. احنا بالنسبه لنا بما ان احنا الاكل بتاعنا كله هيلثي فما بنشيلهاش عشان احنا حاجتنا كلها اورجانيك. لما تيجي بقى ايه وانت بتقطع القلب، اهم حاجه تفتحه الاول فتحه بالطول كده وتشوف جواه، عشان ساعات بيبقى في جواه دم متجلط. يعني بصوا هنا اهي، في حته دم متجلطه اهي، بس هي بتتشال، انت كده كده غاسل كويس في الاول، فهي بتبقى متجلطه بتتشال على طول بالايد. قطع يا بقطع يا عم البصل مره والعلم لله، يعني احنا مش عارفين بالظبط الحشو هتعمل ازاي، بس هم قالوا لنا بصل مفروم وهنشوح معاهم القوانص والقلوب، وبعد كده الرز يتشوح معاهم ويتسلقوا مع بعض عادي جدا. تخلص يا عمر، ما تخلص انت، بقالك ساعتين بتقطع في قلوب الفراخ. ما عشان القلوب دي حاجه حساسه. اه قلب رهيب، خلى حد يساعدك. طيب انا ممكن يا بيتر جاي يا معلم. تعال على ما بيتر بقى يكمل لنا شويه القلوب دول. كل خير. بطل بقى اكل في الحاجه، انت جاي الراجل ضيف وهتعلمه الحركه دي. مش كفايه حنفي احنا ما صدقنا سيطرنا عليه؟ وكمل لنا دولك كده يا مستر بيتر على ما نبدا نشوح البصلات. انا في الفراخ دي كده متنضفه كويس، احنا هنعتبرها متنضفه كويس، احنا بنثق في حنفي الا في الحسابات. يا حنفي ايه اغسلونا الرز، تعرف بالخل والملح برضه؟ لا الرز يا حبيبي غسل بميه بس. بس حبيبنا السلام عليكم. يا جدعان محمود كمان وعوفا صاحبنا من دبي اخيرا جونا، اول ما يعرفوا ان في فراخ برضه محشيه لازم نيجي على طول. صينيه البطاطس سهله جدا على فكره، بطاطس متقطعه، فلفل، بصل، وهنقطع طماطميتين ثلاثه ترانشات برضه اللي هو عمر كده هنحطهم، وبتاخد سنه من التتبيله نقلبها في التتبيله وبتخش الفرن من غير اي حاجه بتبقى 100%. اهم حاجه بقى دلوقتي هنبدا نعمل الرز، موضوع سهل وبسيط، شويه سمنه يعني مش كتير يعني عشان خاطر الناس اللي بتتضايق مننا، شويه زيت، ننزل معاهم بصل. عامة الرز والحاجات دي لما تيجي تسويها هتسويها نص سوا لانها لسه هتستوي بقى في قلب الفرخة. هنحشي الفراخ زي ما هنحشي زي ما هتاخد، والباقي بقى هنكمله رز عشان يكفينا. عرف يا جدعان واخد الدفاع لعبة، الكاميرا واخدها لعبة، عمال يلعب مش عايز يسيبها تبان. يا جماعة لو شفتوا حاجة عجبتكم انا اللي مصورها. انت اصلا ما بتعرفش تصور، انت مش فالك في الاكل. اغسل يلا.
نروق كده المطبخ كده، خلي مطبخك يبقى نضيف، عايزين نجيب لك عروسه. دلوقتي بقى ايه نحايق الحوايج، ملح فلفل اسود سنه جوزه الطيب، نيجي بقى للقرفه، حطوا قرفه شويه مش كتير قوي يعني عشان ايه، بس يعني توصوا بالقرفه لان هي دي اللي بتدي الطعم بقى في الفراخ المحشيه. يا قمر يا قمر. بصوا بقى يا جماعه خلاص هي ايه يعني، هي لسه ما استويتش بس كده كفايه عليها جدا، نسقط بقى عليها الرز على طول وتتسلق منها فيه. نيجي بقى دلوقتي على ما الرز يستوي لاهم مرحله، تتبيله الفراخ. خدت تتبيله الحاجه من الثلاجه، تركاية لازم ايدك بقى هنا عشان دي تحط فيها رز، دي برضو تحط فيها رز، دي بقى تخلي الفرخة تنفش معاك. طبعا احنا بقى النهاردة هنعمل الفرخة في الكيس الحراري، انا مش مقتنع بصراحة بموضوع الكيس الحراري ده، يعني هتحط كيس ازاي جوه الفرن؟ بيسحش عليها؟ ما هو ده اللي انا مش فاهم بقى، بس اكيد لو صح هو اكيد مفيد بيتاكل يعني. هو الكيس الحراري دوت معمول عشان ما يسحش جوه الفرن زي البايركس كده. انت تعرف البايركس منين؟ عامل لك حلقة عني؟ نداء خاص يا جماعه لكل اللي بيتفرجوا، اللي عنده عروسه الحنفي يا ريت يقول لي يخرب بيوتكم يخرب بيوتكم. انا لك انا لك رايدك رايدك، انا لك انا لك رايدك رايدك، ولا ده ولا ده ولا ده، انا قلت انا قلبي لده، ولا ده ولا ده، انا قلت انا عمري لده، ولا ده ولا ده. هنبدا بقى ايه مرحلة الحشو وربنا يستر. هو احنا دلوقتي بقى ايه اهم حاجة عندنا يا جماعة احنا مش فاهمينها، احنا ازاي هنخلط الفرخة؟ نخلط الفرخة؟ اه. دبرة وفرخة. تا تا تا. هذا والله افيه، هذا افيه. وايس عليه. اه. هذا عمر عاشق الافيهات. بين بقى ايه؟ بين لا مؤاخذة الجلدة والفرخه، بس ما تكتروش لانه هينشف. هينشف ايه؟ هينفش هينفش هينفش. صبر يا حنفي، الرز مولع، المفروض نستنى الرز يبرد اصلا عشان الجلد. الجلد ايه؟ عشان ايدينا احنا. بصوا بقى يا جدعان بقى ايه التركايه دي من اختراعي، هات بقى ايه الباربيكيو صوص اللي عندك ده. انا كنت شفت كده في فيديو عن هات السكينه، هات السكينه دي بس بس صح يا جدع، انت بتدخلها هنا في الجلد بتاعها اهي. اصبر بس، نعمل لما مؤاخذه فاتحه هنا كده. اللي مدوبني في الليل بيحن عليا ساعات وساعات. احنا دلوقتي بقى يا جدعان كل حاجه اتظبطت اهوت، الفراخ جاهزه، هنحاول نقفلها بقى ايه، واحنا بقى ايه نحاول احنا نقفلها نقرب كده شوية على قد ما نقدر. طبعا احنا بقالنا ربع ساعة دلوقتي بنحاول نعرف هل الكيس ده لازم نخرمه خرم صغير ولا نسيبه مقفول. انا بقول نسيبه مقفول، وهنا في اراء بتقول ان احنا نخرمه، فاحنا ايه هنعمل له خرم واحد من الناحية دي كده يكون صغير خالص. احلى حاجة بقى في الكيس دي ان هي بتيجي بالافيز بتاعها، شايفين الافيز؟ الربع مدينا ايه فتحة صغيرة صغيره. طب دي تجربه واحده فاتحه كبيره. دلوقتي يا جماعه عندنا مشكله ان الفراخ بقى لها ساعه الا ربع في الفرن بس ما احمرتش، فاحنا مش فاهمين ايه المشكله. احنا هنطلعها ونشوف ونفكر ايه بتاعتها. تعال نشوف، تعال تيجي ونشوف. ولا يا ابو خد جميل، ولا يا ابو رنش كحيل، ولا يا ابو خد جميل. احنا هنعمل حاجه لطيفه جدا دلوقتي، هنفك الاكياس دي وندخلها الشوايه، خمس دقايق هتبقى 100 100. انا احطك جوه عيوني بس انت تمرضني. ولا يا حبيبي، ولا يا ابو خد جميل، ولا يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان دي كانت امنيه من امنياتي ان انا اجي احضر معاهم تصوير تشوحها، وصادف انه نفس اليوم ده يبقى عيد ميلادي يا جدع. فا يعني دي كانت امنياتي، كنت حتى بكتب على نادر عايزين شمعة يا جماعة بسرعة. انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة. هابي بيرثداي تو يو، انا هو هابي
to be cut. Happy birthday to you. يا جماعه دي احلى تورته جات لي في حياتي بصراحه. تورته الفراخ. تورته الفراخ ودي ما حصلتش. تعرفي انك احلى كتير من الصوره. تعرفي انك حلوه ومش مغروره. تعرفي انك احلى كتير من الصوره. تعرفي انك حلوه ومش مغروره. والله يا جماعه الفراخ دي بتتعمل ما كنتش متخيل انها تطلع طعمها كده. بس دي واحده من احلى البراغ اللي كلتها في حياتي. الله يبارك لك يا عم بيتا. انا الناس دي ما اعرفهاش، انا بس مجرد حكم، بس فعلا دي من احلى البراغ اللي كلتها في حياتي. لو عجبكم بيتر وعيد ميلاده اعملوا شير عشان خاطره واعملوا لايك للبيج، ومشكرين جدا انكم متابعونا. شاكرين يا مستر بيتر انك كنت معانا النهارده والله العظيم حبيبي. يا ملك الحسابات قول لي، انا عارف انه مش وقته طبعا. بيتر عيد ميلاده فمعزوم مش هيدفع. ها 220 على 9. بص كده